يعطيكم العافية. اليوم بركب البطارية الإضافية، نزلتها على السيارة عن طريق جهاز رفيق الدرب، هذا موجود برفيق الدرب أو سنيدي. هذه البطارية الأساسية، دورت لمكان حق الباتري الإضافي، سويت لي تمديد هني لو تلاحظون حديد، قصيت قاعدته دنيتها يمين، ركبت البطارية هني وثبتها بهالبراغي هذولي. طلع الأشياء اللي نحتاجها، تيب. الحين بعد ما ثبتت البطارية هني راح اشوف لي مكان حق هالجهاز، راح اثبته على البدي هالصوب، ثبت قاعدته هني وثبته بالقاعدة. عندي هذا البرغي خذيته نص مقاس البدي، يركب بالمكان هذا، راح اثبت عليه الجهاز. بس اول شي بفتح لي فتحة اوسع هذي، لان شوفوا ما راح يكفي، راح احتاج الدرل. راح اشغل الدرل على محول السيارة، حاط لي محول 600 واط، بس اول شيء اتاكد الدرل ياخذ 240 واط، يعني اموري ان شاء الله بالسليم. هذا بلاكنا بركبه بالسيارة في المكان هذا. اوكي. الحين بحفر في هذه الفتحة هذه، بس بوسعها عشان اركب البرغي هذا فيها. وثبته ببدي السيارة. الفتحة هذه هنا. ثبت على القياس اللي انا ابي اللي هو قبل الاخير، وحط الحامي هنا هاي الحديده، ثبت البرقي عليه. الواير الاساسي راح ناخذه من البطاريه الاساسيه اللي كيبلها جاي من الدينامو، راح نوصله لاخر شيء له هناك. هذا الكيبل قصيته على مقص هذا، حركته هنا، وراح اكبسه بالمطرقه هذه. ان شاء الله اوكي. الحين ركبت الفيوز، خليت الفيوز 60 امبير، راح يركب هنا، وهنا راح اوصله للبطارية. الكونكتر اللي بينهم صار عن طريق الحديدة هذه، شوفوها الوصلة. بدل لا اتيب او اركب وصلة ثانية، هذه وايد ثابتة، ها حتى لو اشد ما راح تتحرك، وراح اسكرها بالحراري. بس تسخنه يمسك على الواير، نفس هذا شوفوا. سكر بروحه يلحم. الحين عملية التسخين بس عشان يسكر على الواير، نلاحظ انه شلون انكمش. الحين هذا راح يكون مكانه هنا، راح اركب راس البطارية الى اللي هو المنظم. هني كل شيء وقفته لحد ما اخلص من الشغل كامل، راح اركبه. الحين باقي لي بس الواير الاسود اللي هو هذا، اثبته اللي هو عشان يصير الايرث حق السياره، ونبلش بالتركيب ان شاء الله. شايفين هذا الواير الاحمر، الكيبل اللي ركبته في حمايه كامله الطريقة هذه. التمديد صار كله داخل بدي، من داخل شوفوا لهناك. هذا الواير في حماية، دخلته بعدين بالحماية الأساسية، هذه الحماية حاطها من زمان قديمة كاملة من هني لهناك. فيها كل وايراتي اللي حق السيارة، ودخلت فيها الحين واير البطارية. الواير دش الحين هني إلى المكان هذا، لا تلاحظون شوفوا، دش الواير هني كافو ياي الى جهاز المنظم. عندي الواير الاحمر واحد ياي من البطارية الاساسية، الثاني ياي حق البطارية الثانية. هذا الاحمر عندي اللي ياي من البطارية الثانية، وهني الاسود هذا يركب بالبدي. هذا الاسود شوفوا وصلته هنا، ثبتته. طبعا كل الوصلات هني سكرتهم نفس الطريقة هذه، شوفوا كلها مسكرة بالربل وتيب، بالربل وتيب. هذه البطارية الأساسية، وهذه البطارية اللي توني مركبها اللي هي البطارية الإضافية. انزين، شنو ميزة المنظم اللي أنا ركبته؟ ميزة المنظم الحين شغل السيارة كله راح يكون اللي هو لما أدق سلف مسجل كله على شنو؟ على البطارية الأساسية. لكن شغل كهرباء السيارة الخارجية اللي هي لي، اللي هي حق شغل البر مثلا، ليتات، البومب اللي هو الكمبريسر،
او محول كهرباء الى كهرباء بيت، او عندكم اللاسلكي، هذول كلهم اضافات خليتهم على البطارية اللي هي الاضافية. انزين، لما اكون قاعد بالبر راح استخدم كل الليتات وشغل الكهرباء على هالبطارية، اذا خنست هالبطارية ما راح تسحب من هذه، ايش راح تسوي؟ راح تتم مخنسة وهذه راح تتم فل. من اشغل سيارة المنظمة بروحه اللي هي هنا، راح يوزع الكهرباء حق البطاريتين، راح يوزع حق هذه وحق هذه، فراح يشحن لي الثنتين. لنفرض خنست البطارية هذه، مركب عليها الليتات وتمت شغالة وثلاجة كهربائية، طفت البطارية، ما راح تأثر على هذه ولا راح تسحب من هذه، لأن هذه بروح صارت وهذه صارت بروح، المنظم هو اللي يفصل بينهم. فإذا هذه صفرت وصارت صفر، هذه راح تنفل. ليت الصبح أبي أدق سلف، راح أشغل سيارة عن طريق هذه، بعدين المنظم راح ياخذ الكهرباء من الدينامو مال السيارة وراح يوزع على البطاريتين، فراح يفول لي الثنتين، ما راح تأثر هذه. لنفرض انه صار العكس، هذه اللي خنست الأساسية، قمت الصبح بشغل سيارة بدق سلف ما تشتغل، هذه فل الإضافية، بس هذه فاضية، ايش راح اسوي؟ راح اروح حق المنظم في دقمة جانبية، اضغط الدقمة اقول له اسحب لي كهرباء من البطارية الإضافية الى البطارية الأساسية، خلاص هو راح يسحب كهرباء ويجيبها هني عشان اشغل السياره. من اشغل السياره المحول راح يرد اللي هو المنظم، راح يوزع الكهرباء على الثنتين وراح يفولهم. فبهالحاله ما راح اتوهق، سواء هذه خنست اقدر اغطي عن طريق هذه، واذا هذه خنست اغطي عن طريق هذه. ونفس ما قلنا، اذا واحده منهم خنست ما تاثر على الثانيه. طبعا مركب هذا جهاز الاسبود اللي هو ضفيره كامله دقم، عندي داخل 6 دقم اقدر استخدم فيهم كشافاتي وليتاتي والبومب والشغل كله عن طريق هذا. كل دقمة فيها كت اوت وفيها فيوز. بالاول كنت مركبها على البطارية الاساسية، والحين حولت وايراتها، شلتهم من هنا، لغيتهم، حولتهم كلهم على البطارية الاضافية. شيء اساسي اني احط فيوز ما بين البطاريتين. الفيوز وين يركب؟ الحين عندي الكيبل جاي يعني من البطارية الاساسية الى المنظم، يكون دايركت. من بعد المنظم اركب فيوز الى البطارية هذه. انا حاط الفيوز 60 امبير، عندك حرية الاختيار ايش كثر تحط، بس انا اشوف 60 كافية. هذا هو الفيوز، هذا الفيوز، هذا الفيوز 60 امبير داخله. الحين مثل ما تشوفون الدقم هذولي مو على بطارية السيارة، صاروا على البطارية الاضافية مو على البطارية الاساسية. عندي 4 دقم هني وهني ثنتين، طول ما استخدمهم لو تخنس عندي الثانية 100%. وهذا المقياس مال البطارية، هذا مال البطارية الإضافية 12.3، يعتبر يعني قريب الفل. الحين بشغل السيارة، شوفوا الحين فاصل، الحين اشتغل، الحين منظم قاعد يعطي البطارية الإضافية.